هذا يسأل عن إنسان يقود سيارة حصل منه حادث، صدم رجلا ثم هرب ثم رجع ووجد الشرطة قد حضرت والرجل ملقا على الأرض، فخاف إنه إن بين نفسه لهم إنه يكون عليه مسؤولية والسيارة مستعارة، يقول ما هي بله، يقول يجب عليه إنه يعترف، لأن هذا خطأ حصل منه خطأ، أصاب رجلا ربما يكون قد مات، يجب عليه يعترف بالحق الذي عليه، يجب عليه أنه يعترف بالحق الذي عليه، وإذا لم يعترف يبقى في ذمته ويسأل عنه يوم القيامة، وكونه يتخلص منه في الدنيا أخف عليه من أنه يبقى عليه يوم القيامة، والاعتراف بالحق فضيلة. أما أنه وهذا خطأ ما تعمد، هذا خطأ والجزاء عليه معروف، أنه ما يكون فيه قصاص وإنما فيه دية وكفارة فقط، وإن سجنته الدولة هذا أيضا أمر سهل، فكونه يعترف ويؤدي الحق الذي عليه ويبري ذمته هذا واجب عليه.